السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: خسس دهون كرشك وخسس دهون الأرداف والمؤخرة والجناب وكافة الدهون الزائدة في جسدك بقنابل تولانجو المتفجرة. قنابل ستنسف الدهون من جسمك. أنا النهاردة وجدت كنز في سوق الدواء المصري، ليس كنزا واحدا ولا كنزان ولا ثلاث كنوز، بل أربع كنوز متجمعين في منتج واحد. يعني النهاردة كل منتج من المنتجات اللي بقولها لحضراتكم دي معمول له منتج على حدة. لا، أنا جمعت الأربع كنوز دول وحطتهم في كبسولة. الكبسولة دي هتعمل حاجات جامدة قوي، هتحسن المزاج وتزيد السيروتونين، سيروتونين هرمون السعادة، هتزيد معدلات الحرق والطاقة داخل جسمك، هيديك طاقة رهيبة، أيضا هيضبط مستويات السكر في الدم، وهم جدا لمرضى السكر، أيضا هيقلل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مما يضبط الضغط. اللهم صل على النبي. ده ايه ده؟ ايه ده؟ اربع منتجات في منتج واحد، جوهرة. وهعمل لحضراتكم كومباريزون، مقارنة ما بين منتج موجود في السوق مكسر الدنيا والمنتج بتاعنا. احنا النهاردة المنتج بتاعنا او الجوهرة الرباعية تولانجو سليم. تولانجو سليم شومي عربي اهو، تولانجو سليم. طب في ايه يا ابو الحاج تولانجو سليم ده؟ اقول لحضرتك في ايه، هقول لحضرتك في ايه، وفي نفس الوقت الكومباريزون او المقارنه. اهو تولانجو سليم في جارسينيا كامبوجيا، وفي كروميا، وفي خلاصة الشاي الأخضر، وفي خلاصة القهوة الخضراء. تمام؟ طيب هاجي أعمل كومباريزون ما بينه وما بين الكروماكس. أهو كروماكس ب 79، وأدي التولانجو سليم. سليم يعني جسمه كويس، يعني شخص أي حاجة تلاقي سليم كده يعني نحافة وواحد جسمه حلو. حلو، كروماكس ده فيه ايه؟ في جارسينيا وفي كروميوم. كروماكس 79 في جارسينيا وكروميوم، لكن ده في جارسينيا وكروميوم وشاي اخضر وقهوه خضر. طب التركيزات عشان انا تايه. حاضر، هوريك التركيز اهو على الكروماكس. في كروميوم 25 مايكرو جرام، اهو مكتوب اهو. وادي الجارسينيا كامبوجيا في 500 ميلي جرام. طب المنتج بتاعك اللي انت عايز تقدمه النهارده ده اللي هو التولانجو سليم، تولانجو سليم منتج لن يجود السوق المصري او العربي او الشرق الاوسطي بمثله. هو المنتج الاول على مستوى الشرق الاوسط. انا عامل المقارنه اهو، اهو ادي الكروماكس في 50 ملي جرام جارسينيا 50. طب التولانجو سليم 200، اربع اضعاف. طب كروميوم في 25. طب الكروميوم في التولانجو سليم 804.4. شايفين؟
804.4 من عشرة، يعني 32 ضعف. أيضا خلاصة الشاي الأخضر 100 ميلي جرام. أيضا خلاصة القهوة الخضراء. التوليفة دي الأربعة دول مع بعض هيعملوا إيه؟ هيكبحوا الشهية تماما. هتاخد الكبسولة قبل ميعاد الأكل بنص ساعة ثلاث مرات يوميا، هيسد الشهية بتاعتك. تاخد كبسولة تلاقي نفسك بتاكل ربع كمية الأكل اللي أنت بتاكلها، وبناء عليه بتخس. بيزود السيروتونين، بيعدل المزاج اللي في الجرسينيا، المادة اللي في الجرسينيا والمادة اللي في القهوة الخضراء والشاي، بيعلوا المزاج تبقى رايق. أيضا بيعلوا معدلات الحرق. أيضا بيظبط مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارين، فبيظبط الضغط. ايضا الكروميوم بيظبط ايه؟ بيقلل مستويات السكر وبيزود حساسيه خلايا الجسم ضد الانسولين، يعني مع الانسولين، يعني لما الانسولين يخش الجسم يبقى حساس جدا، فبيعالج مقاومه الانسولين، وهي اخطر مرض في هذا العصر. مقاومه الانسولين هي سبب امراض العصر. يبقى الكروميوم بيعالج مقاومة الإنسولين اللي هو هنا موجود 32 ضعف أفضل منتج موجود. طيب نيجي بقى كده نقول لحضراتكم على التولانجو سليم، عشان لو نسيت نقطة يبقى إيه أنتوا كده تفكروني. تولانجو سليم يكبح الشهية، يعدل المزاج، يحول الدهون والنشويات لطاقة، يقلل الدهون الثلاثية والكوليسترول فيضبط مستوى الضغط. أيضا بيزيد معدل الأداء البدني ويخليك نشط ومهايبر، تمام. أيضا بيقلل مستويات السكر وبيزود حساسية الجسم مقابل الإنسولين، لما الإنسولين يخش يخفض السكر على طول، فيعالج مقاومة الإنسولين. في أربع مكونات: القهوة الخضراء اللي فيها الكلوروجينيك أسيد والكافيين. القهوة الخضراء غير المحمصة، القهوة الخضراء فيها مضادات أكسدة رهيبة، النار ما كسرتهاش، فمضاد أكسدة يعني بيقاوم الشيخوخة وبيزود مناعة الجسم ضد جميع الأمراض. اتنين، تسريع عملية التمثيل الغذائي، القهوة الخضراء بتسرع عملية التمثيل الغذائي. تلاتة، بتخفض ضغط الدم، القهوة الخضراء أيضا تقلل مستويات السكر في الدم. خمسة، مضاد للشيخوخة. ستة، تحسين مزاج. سبعة، زيادة معدلات حرق. كل ده في القهوة الخضراء. طب الشاي الأخضر، الشاي الأخضر غني بالفلافونويد، أيضا بيزود النشاط وبيزود معدل التمثيل الغذائي وبيزود الطاقة في الجسم. نخش على الجارسينيا، سد شهية، تكبح شهية، وبتزود السيروتونين وبتظبط إنتاج الدهون في الجسم. دي الجارسينيا كامبوجيا، بلاش كامبوجيا دي لو حد مزعلها. نيجي للكروميوم، بيزود حساسية الجسم ضد الإنسولين، فبيعالج مقاومة الإنسولين، بيعالج مقاومة الإنسولين، يقلل السكر، مستويات السكر في الدم. أيضاً بينشف الدهون اللي موجودة في الجسم عن طريق نقل الدهون إلى الكبد وتحويلها لطاقة وتقليل مستويات الكربوهيدرات أو النشويات. ده منتج رائع رائع. أي حد عايز يخسس انسى كل المنتجات، انسى كل المنتجات، وخليك في تولانجو سليم. تولانجو سليم. طب شو مي ذا برايس؟ علبة القهوة الخضراء ب 350 جنيه. علبة القهوة الخضراء اهي. علبة قهوة خضراء اهي متعبية كده غير مرخصة 350 جنيه. لكن أنا عندي قهوة خضراء وشاي أخضر وجارسينيا وكروميوم 32 ضعف. طب يبقى إذا ده لما يبقى ب 65 جنيه،
وستين جنيه. 65 جنيه يا نهار ابيض، ده تحفة. تولانجو سليم كبسولة قبل ميعاد الطعام بنصف ساعة مع 2 كوب ماء. كبسولة قبل ميعاد الطعام بنصف ساعة، سعر الشريط 65 جنيه. لو حضرتك قابلتك صعوبة في توفير المنتج تواصل معايا وانا هديك ارقام الشركة تجيب لك المنتج لحد عندك اهو. تولانجو سليم، تولانجو سليم قنبلة التخسيس بل 4 قنابل لتفجير الدهون في الارداف، في الكرش، في المؤخرة، في الجناب، في الدراعات، في الفخاد، في كل انحاء الجسم، هيفتت الدهون نهائيا. مسجل في وزارة الصحة، ممكن ترجعه، ممكن تشتكي لو في اي مشكلة في المنتج اهو، على عينك يا تاجر. متوفر بجميع شركات التوزيع. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدلية ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على امل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري، اني احبكم في الله بكل لغات العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.